فجأة الترجي بينطفئ تاني وبيأدي بشكل كويس، ونهائي مكرر بين فريقين بيحبوا يقابلوا بعض، وبين زميل بنحب دايما نقابله ونستمتع بيه لما نكون بنقابل الفرق التونسية، الإعلامي والزميل هيثم رجب. مساء الفل يا كابتن هيثم، تحياتي وتحيات الكابتن علاء ميهوب. اهلا بيك يا بوب، اهلا بيك، وأهلا كابتن علاء، وأهلا كابتن يا اهلا بيك يا هيثم. اهلا بيك، وأهلا والله يا بوب، والله فرحتي في مباراة النهائي اكثر من حاجه قابل تشوفوا بعض يا بوب. شوف ال امبارح يا بوب كنا قاعدين مع بعض كلنا الشباب، انت عارف كلنا بنفتكر شقاوه وحشني انت طبعا يا هيثم، وطبعا وحشنا لمتنا دايما، ودايما في حاله خاصه بين الاهلي والترجي، فرق ومسؤولين وجماهير، وحاله محترمه جدا. لكن الترجي امبارح استحق انه يكون موجود في النهائي في مباراه مختلفه تماما، مباراه هي الافضل للترجي في مشواره في البطوله السنه دي. يا باب اياب الترجي امبارح كان قدم المباراه، كان يتم يقدمها الترجي، كان المفروض يقدمها، لانه انت تعرف جيدا هو الموسم المئوي ترجي احتفال بمرور 100 سنه على تاسيس الترجي هذا التونسي، وجماهير الترجي كلها اتفاق واحد وكلها على هدف واحد هو رابطه الابطال، لانه جماهير الترجي راح سياسي في بطوله وكاس تونس، يعني في تونس اللقب الوحيد اللي يشبه اغاني جماهير الترجي، ضم اللقب الثالث على الاقل في خزينه النادي، وما فماش مخير من الموسم اللي هو موسم المئويه. اذا البارح بالرغم من الترجي ما كانش في يومه، بالرغم من الترجي الفترة الحالية ماهوش الترجي متعود بالضبط في الألفينات وفي التسعينات، الترجي في الدردبة، الترجي يعني معناتها في فترات الترجي يكون أفضل ما يكون، لكن في فترات الترجي بعض الاهتزاز على بعض اللاعبين خاصة بعض الإصابات وبعض الغيابات، الترجي ماهوش الترجي المتعود فيه، الترجي ماهوش الترجي المستقر في الأداء بتاعه، ما هيك كانوا الترجي أربع نقاط فقط في الدوري التونسي، وحتى كانت هزيمه ضد الصفاق، يعني الاجواء ماهيش ولا بد في الدوري التونسي، لكن في رابطه الابطال هو الثقب الشاغل، هو الهدف الاول والاساسي، كان للاداره، كان للجماهير، كان للاعبين. البارح الترجي بعد هزيمه اولى في مباراه الذهاب الاولى في رواندا تحديدا بهدف صفر، البارح الترجي كان المفروض عليه الترجي يمر، كل السبل البارح توفرت للترجي هذا التونسي على ارضيه الميدان حتى يكون الترجي يعني بدايه هدف بطل انجولا المبكر، البعض قال خلاص اتصعبت جدا على الترجي، وهدف مبكر لبطل انجولا على عكس سير المباراه يعني قلق الامور، وقلنا ظروف الترجي كانت صعبه. ايهاب في 1-0 تقول ممكن الترجي يعود ويجيب ثلاث اهداف، خاصه يكون هدف الترجي تمام تقريبا بعد بعد يعني 10 دقائق، تقول ابرك الترجي ما دام سجل هدف وعدت النتيجه ممكن هدف ممكن يجيبهم الترجي ما فيش مشكله تمام، لكن في 2-1 الترجي يقبل هدف ثاني، هدف التعادل في الشوط الثاني المنتخب الفريق الانجولي ديمردو اغوستو، صراحه فما بعض الجماهير اللي غادرت الملعب لانه يعني ايضا، لكن الجماهير الوفيه للترجي ولاعبي الترجي بحكم اصرار كبير للكابتن معين الشعباني على دكه البدلاء، وهذا ما اكدوا حتى بعد المباراه، وكانه اللاعبين اعطاه حماس جديد للاعبين، وكانه فما روح جديده. نتذكروا جيدا لانه معين الشعباني لما كان لاعب تذكروا جيدا كانت مباراة شهيرة بين الترجي التونسي والهلال الاسكندري سنة 2009 تقريبا، وقتها الترجي كان المفروض عليه يسجل أربع أهداف. هي مباراة شبيهة نفس السيناريو بالضبط. نفس السيناريو اللي اختلف فيها فقط كونه معين الشعباني كان لاعب امبارح كان على دكة الاحتياط، كان هو مدرب الترجي التونسي، وهذا اللي حصل يعني تسجيل الترجي، خاصة أنه كان فما بعض أحداث الأشغال حتى صارت في الملعب، وكانه التفت شويه اذهان الجماهير، وكانه الامور ما كانتش لابد، لكن التركيز كان كبير برشا باللاعبين الترجي هذا التونسي للاقتلاع ورقه الترشح، كانوا فيها ست اهداف ورقه الترشح اللي تخلينا في المباراه النهائي سليم الناس كله يسمع ضد النادي الاهلي المصري، ولو انه يهاب راهو ثم كلمه البارح جماهير الترجي كل البارح صحيح كانوا يرغبوا في النادي الاهلي، لكن كانوا قالوا خلينا ستيف المره هذه، انه ستيف كعبنا عالي على ستيف، لكن كعب مش عالي على النادي الاهلي. هيثم كابتن علاء اكيد عايز يتكلم معاك وعايز يكلمك مع الامور معاك كابتن علاء ميهوب. هيثم مبروك التأهل امبارح يا هيثم. الله يخليك، الله يبارك فيك، مبروك النادي الاهلي، مبروك الترجي يا رب ان شاء الله. قول لي بقى جماهير بتفكر ازاي في المباراه؟ والله بالنسبه للجماهير انت اعطيتني خطوه شعبيه وحديثي قوي يا كابتن، ان شاء الله والله بالنسبه لقنصلية تونس كتونسي، قنصلية تونس في مصر عندك، وان شاء الله النهائي يكون متبادل يعني في قنصليه مصر في تونس العاصمه. ان
شاء الله، لانه شفنا جماهير الترجي جماهير الاهلي علاقات ممتازه وعلاقات طيبه جدا، وهذا دورنا نحن كاعلام باش نديروا المثل هذا ونوصل بالضبط. دي حقيقه، دي حقيقه صح، علاقات ممتازه قبل 90 دقيقه وبعد 90 دقيقه دائما بين الترجي والاهلي، انه تعرف وتعرف جيدا كانوا جماهير الاهلاويه تجي في بيوت الترجيين وجماهير الترجيه تروح في بيوت الاهلاويه. ان شاء الله على الاقل هذا يترجم على التاشيرات خاصه، وانا طالب كسفير تونس ان شاء الله يا سعاده سفير تونس ان شاء الله نسهل كل ما يلزم للاخوان المصريين حتى يكونوا باكبر عدد ممكن ان شاء الله على برادس وعلى عيننا وراسنا، وايضا ان شاء الله يكون المعامله بالنسبه لسفاره مصر هون يسهلوا باكثر عدد ممكن حتى الجماهير تكون قاعده يراو على الاقل حتى يطيقوا الضغط ويخفوا الضغط، لانه في مقوله تقول لك الممنوع مرغوب، يعني مزبوط. لما تمنع ولما تقول لا ولما تحط حدود بيناتهم اكيد هذه بدايه استفزازات، لانه يعني الجماهير المصريه مش تفكر كانوا تونس رافضه، الجماهير التونسيه تفكر كانوا مصر رافضه، اذا خلينا نحتفل بالعرس هذا. بالنسبه لجماهير الترجي البارح كان بعد فرحه بالمباراه التفكير في النهائي، كلهم يعرفوا جيدا كانوا الاهلي يمر في افضل فتراته، كلهم يعرفوا جيدا، وجماهير الترجي هناك حتى بعض الجماهير اتت تقول لك بالنسبه للهدف الترجي هو الوصول الى النهائي، خاصه كانوا باش نواجهوا النادي الاهلي، لكن يقول لك اكيد النادي الاهلي مباراه 90 دقيقه في القاهره و90 دقيقه في تونس، اكيد ان شاء الله الاجر هو اللي يفوز، لكن جماهير الترجي متمسكه جيدا بهذا اللقب، خاصه كونه الإياب عنا في تونس يظهر لي ان شاء الله المثل الفرنسي يقول لك جامي دو فابروا، يعني اثنين لازمهم ثالثه ان شاء الله ثالثه المباراه هذه تكون الترجي شوف الثالثه كل نادي الاهلي ان شاء الله، انت عارف احنا بنتفق في كل حاجه بس دي مش هنتفق، وان شاء الله كل واحد يشجع ناحيته بشكل طبعا مثالي. بحييك طبعا هيثم على روحك مع الجماهير، لكن كلام ان المدير الفني للترجي مش عايز النهائي يكون في رارس، عايز يكون في المنزه، هل الكلام ده مظبوط ولا لسه بدري عن الحديث ده؟ لا لا ما فيش، لا نحن ممكن نلعب في المنزه، لانه المنزه ما فيش اناره، الاناره بتاع الملعب المنزه اتشالت يا بوب، والمنزه غير قادر على اشياء، المدرجات غير قادره على تسجيل اكثر، يعني في رادس ان شاء الله. ان شاء الله في رادس هذا اكيد، يعني في رادس، يعني لا في دره المتوسط. طب في رادس، واحنا ان شاء الله الحمد لله في رادس ما بنقلقش يا كابتن هيثم. ان شاء الله، لا ما احنا نكرموكم، ما احنا انتم اخواتنا وزياد. لا احنا بص يكفي هذا الشعور المحترم والطيب منك يا هيثم، وطبعا منتظرينكم تيجوا يعني تشرفوا وتنوروا في بلدكم الثاني. وقبل ما نشكرك انا والكابتن علاء مهوب، لو حابب تضيف او تتكلم وتقول اي حاجه. ان شاء الله الكلمه الوحيده كما قلت لك يا بوب، ان شاء الله يتعدى عرب كما استنيناه وكما تعودنا به فينا الاهلي المصري والترجي الريتموتي، وفقدت الكلمه الوحيده والله صدقني يا ايهاب، حتى معناتها الكلاب اللي كانوا جماهير الترجي البارح كله نحن خارجين الملعب كلهم ياكدوا بشهر في هاي تقول اكد لنا، خلي يعطيونا بيبوات اكثر، خلي يعطيونا تاشيرات لمصر، دونك هذا هو النداء الوحيد لجماهير الترجي، هي اكثر عدد ممكن من التاشيرات اللي كان لجماهير الترجي للقاهره او لجماهير الاهلي المصري تدور ان شاء الله. ان شاء الله السياسه المره هذه تقرب بين جماهير الترجي وجماهير الاهلي مش كما صار في المرات السابقه. ان شاء الله يا هيثم، اشكرك يا هيثم، شكرا يا هيثم. طبعا كلام محترم هيثم الرشدي، يعني خلاص يعني احنا مع بعض، يعني دايما اذا كنا هنا في الاهلي او اما هناك في تونس والناس